مشاركات عربية وأجنبية عديدة تنوعت بمعرض دمشق الدولي بدور تول 61. الأجنحة السورية أيضاً كان لها مشاركاتها المميزة. خدمات متنوعة قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر جناحها بمعرض دمشق الدولي، فأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولأول مرة خدمة الاستعلام المركزي التأميني. نحن عم نعمل استعلام تأميني لكل الموظفين بالدولة، إذا كان موظف أو متقاعد عن بياناتهم. أنا الشاب هون شو عم يعني شو عم يستفسر هلا؟ عم يستعلم على الرقم التأميني وشو عنده خدمات. تمام. هلا طلعنا له الرقم التأميني وبنشوف له العمال اللي عنده. هلا الخدمة هون عم تكون فورية. إيه خدمة فورية مباشرة لكل المحافظات، يعني حتى لو واحد من الحسكة أو من اللاذقية بيطلع عنا هون طبيعي. تمام، يعني كل زوار المعرض إمتى ما توجهوا للجناح لهون حيلاقوا كل الخدمات متوفرة. من أي لحظة بفوتوا فيها مباشرة بنقدر نستعلمه عن كافة البيانات. ما شاء الله لفت لي انتباهي الإعلان تبعهم إنه هل أنت متسجل بالتأمينات أو لا؟ عم بطرح عليه السؤال الأستاذ فورا رد علي إني موجود بالتأمينات من سنة كذا سنة كذا. نحن بنقوم بالاستعلام المركزي عن الرقم التأميني لنشوف العامل إذا مؤمن عليه تحت المظلة التأمينية أم لا. ممكن يتم الاستعلام مثلا بيطلب منا مثلا عن استعلام ضم خدمة، ضم الخدمة العسكرية مثلا، ضم الخدمة الاحتياطية، استعلام مثلا عن معاملة الرد التعويض، كيف بده يقوم يرد تعويضه لمعاش مقبوض سابقا لدى المؤسسة. تضمن جناح الوزارة عرض منتجات يدوية لأعمال طلاب القسم المهني بمعهد رعاية وتأهيل المكفوفين بدمشق. حبينا نشارك هالسنة ونوضح أكثر للناس إنه طلابنا طلاب المكفوفين إنه لهم قدرة إنه يشتغلوا لو انحرموا نعمة البصر، بس الله عوضهم بحاسة اللمس الحمد لله، إنه قدرانين يشتغلوا ويطلعوا إنتاج وإبداع بعدة حرف. المشغولات اليدوية كان لها حصة بجناح الوزارة. عرضت أعمال يدوية لمنتجات للفنون النسوية التابعة للهيئة العامة لشؤون طالبات معهد الشهيد باسل حافظ الأسد للاجئين الفلسطينيين. عنا طالباتنا بعدوا 3 سنوات بالمعهد، هذا الشغل اللي عنا التطريز والصوف وكله هذا الشغل شغل طالبات المعهد، شغل طالبات المعهد اللي هن بصير عنا معرض وبصير عنا بيع بالمعرض، بيجي البيع عنا أرخص من السوق. إحنا عنا هون في زاوية إعادة التدوير عنا أخذ صدى كبير عنا، فإحنا اللي عم بفوتوا لعنا عم نقعد نعلمهم، كل ما فات حدا بنعلمهم شغلة من إعادة تدوير من مخلفات البيئة. مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمت خدمات قدمت للمرة الأولى بمعرض دمشق الدولي، ومستمرة هالمشاركة لنهاية المعرض.